اهلا بكم اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه النهارده وحدث جديد من مهرجان العالمين الجديده، نسخه العالم عالمين. والنهارده عندنا تغطيه خاصه جدا جدا جدا، الحقيقه نعتبر كده في احلى مكان في العالم، في احلى جو في العالم. النهارده كان في كمان مباراه الاساطير او اساطير كره القدم المصريه وقدام الاهلي والزمالك والمنتخب. ماتش النهارده كان تكسير عظم، كل واحد بيحاول النهارده يسترجع اللي كان فجره. كابتن حازم امام طبعا لعب النهارده 3 دقائق كانوا مرعبين جدا. ميدو بعد قرار العوده من جديد تاكدت النهارده ان هو لازم يتجه للبلياردو، يعني ما اعتقدش ان هي حته الكوره دي هتبقى يعني مناسبه قوي، النفس مش هيساعد. ولكن برضو تحت شعار ان دبل الورد يفضل ريحته فيه، كل واحد عنده حاجة حلوة وكل واحد عنده حاجة قوية. كابتن أحمد حسن، كابتن عبد الظاهر السقة، نجوم كتير النهاردة كانوا موجودين معانا. ولكن بالصدفة الحقيقة قبل ما أطلع الحلقة النهاردة حصل لي موقف غريب شوية، لقيت حد من معجبيني وأنا يعني قبل ما أطلع الحلقة كده ومتمسك، كابتن عشان خاطري عايز أطلع معاك عايز أطلع معاك. قلت له طيب خلاص، يعني ما أقدرش طبعا نقول للناس اللي بيحبونا لأ، فقلت النهاردة يطلع معايا ويشاركني كمان التقديم. انا عشان بس في مود كده مفيش حاجه، يعني عامل ايه؟ يعني قلت حد من معجبينك. أيوة مفيش حاجه، اكيد انا من معجبينك، انا بحبك يعني. كابتن حازم صباح الفل، ازيك يا سيفوز؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كله حلو؟ النهارده ماتش عالمي بصراحه. الاجواء عالميه. الاجواء عالميه. بس انا شفت لما النهارده وترقيص انت وعبد الستار هي واحده بس. لا بس شغل عالي برضه. لكن التجميعه حلوه، الناس لذيذه، المود حلو جدا جدا. يعني الواحد هو جاي عارف يقول لك ايه، ما يبقى ماتش بقى وبتاع، بس بعد ما بتلعب وانت بتلعب وشايف بترجع تحس بقى 10 سنين فاتوا، بتشوف نفس اللعيبه اللي كنت بتلعب معاها زمان بتلعب تاني. اي نعم طبعا الاحجام والاوزان والاشكال اتغيرت، بس المود حلو انك تلعب في وسط جمهور. النهارده كان جمهور كتير حوالينا واحنا قاعدين، فانت وانت لعيب تفتكر وانت بتلعب في الملعب وحواليك جمهور، فكان اجواء حلوه. وسبحان الله النهارده الجو عالمي زي ما انت قلت، جو حلو قوي 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 ما شاء الله يعني. والمود حلو جدا هنا في العالمين، والواحد في مهرجان العالمين الجديده والعالم عالمين وثلاثه واربعه وخمسه، والله يعني هنا كل حاجه حلوه ما شاء الله. اسالك يعني.